طيب كلام كتير قوي بخصوص قضيه بطوله الدوري، مش بطوله الدوري بس، هي المسابقات المحليه بشكل كامل. يعني ازمه زي ما حضراتكم كلكم متابعينها خلال الايام الماضيه وخلال الاسابيع الماضيه، لكن بالتحديد بدايه من امبارح النادي الاهلي بعت مذكره رسميه لاتحاد الكره، كان صباح الامس كمان بالليل النادي الاهلي بعت قرارات مهمه جدا لاتحاد الكره واتكلم فيها عن كل حقوقه. وبالمناسبه هي مش حقوق النادي الاهلي بس يا جماعه، عشان البعض بيفتكر النادي الاهلي بيتكلم على اللي بيخصه والاهلي بيدافع عن حقه بس، وواخد الموضوع عند زي ناس تانية واخدين الموضوع عند بشكل كبير جدا، رغم ان مصلحتهم في قرارات النادي الاهلي، مصلحتهم في انتهاء بطوله الدوري قبل انطلاق بطوله الامم الافريقيه لاسباب عديده جدا اتكلمنا فيها امبارح واتكلمنا فيها قبل كده وهنتكلم فيها النهارده وهنفضل نتكلم فيها كتير جدا، لان فعلا كلها اسباب منطقيه وفي صالح الكره المصريه بشكل عام. فلازم الكل اللي بيتابعنا بمختلف انتماءاته، يا جماعه الغي انتمائك دلوقتي، حطه على جنب خالص، اتكلم وفكر واقرا القرارات وفكر فيها بالمنطق، وبعد ما تفكر بالمنطق شوف هل القرارات دي صحيحه ولا لا. بس صدقني لو فكرت بالمنطق بغض النظر عن انتمائك هتلاقي ان القرارات مهمه ومناسبه جدا في صالح الكره المصريه مش في صالح النادي الاهلي بس.